تشاهدون الآن. فريق الجدعان يواصل لقائه مع السيدة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تكشف حوافز الاستثمار الصناعي في مصر للمستثمر المحلي والأجنبي وأسباب مراجعة تصرفات هيئة التنمية الصناعية في أراضي المناطق الصناعية، وتشرح حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. الفول مكدس في الثلاجات والمحصول الجديد دخل عليه. من المفترض يعني ان احنا خلال هذا الاسبوع هناخد قرار فيه، يعني قبل نهايه العام الحالي ولا 30/6. انا عملت 6 شهور مش هاخد منه حاجه. سماح، من ضمن الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها في مشروع حياه كريمه التنسيق مع وزاره التموين ان احنا نفتح نتوسع في جمعيتي. ده حضرتك علينا الاسم، فرحينا. نيسان ماشي موفين. هنكمل دلوقتي لقائنا اللي بدأناه امبارح في برنامج الجدعان مع السيدة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. والنهاردة هتكشف حوافز الاستثمار الصناعي في مصر للمستثمر المحلي والأجنبي وأسباب مراجعة تصرفات هيئة التنمية الصناعية في أراضي المناطق الصناعية. كمان هتشرح حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ده بخلاف قانون هيئة التنمية الصناعية، وتفسر لائحته التنفيذية. خليكم معنا. مع الوزيرة، كنت عايز أعرف حضرتك حجم الحوافز للاستثمار الصناعي سواء للاستثمار المحلي أو الأجنبي. أنا عايز من السؤال ده أقول للناس العائدين تحديدا، المصريين العائدين، هعمل لك ايه لما تدخل تعمل نشاط صناعي؟ دورنا هنا بقى ان انا ده لما يجي اشوف خبرته في ايه، لان انت الافضل ان انت تستغل خبرته سواء من حيث سابقه عمله او من حيث تعليمه، لان هو يترجم ده. وفي احيان تانية خالص بالعكس، ممكن يكون فكره مشروع واعد كده ملوش اي علاقه لا بالخبره ولا بتاع، ولكن هو فكره جيدة جدا، سوقها موجود وهو عايز يعملها. بنتبنى الأفكار الإبداعية وبعتبرها دعوة من خلال البرنامج عندك. ولو عندك هذه النماذج، أنا بقولك أنا بنفسي هقعد معاهم، وأنا بنفسي هتولى تحديد المشروعات معاهم، ونتابع هو عايز إيه. عندي بيئة تشريعية سليمة، عندي حوافز من قانون الاستثمار موجودة ممكن يتم تطبيقها في المناطق الحرة، وفعلا في عندنا مشروعات واعدة كلها بتقام في المناطق الحرة من خلال هيئة الاستثمار. عندي سهولة في استخراج إجراءات وشباك واحد سواء من هيئة الاستثمار أو لو هو مشروع صغير ومتوسط يبقى ممكن من خلال الجهاز. عندنا تمويل ميسر، احنا في مبادرات البنك المركزي أطلقها للقطاع الصناعي، وما بنتكلمش على مشروعات صغيرة، ده بنتكلم على المشروعات الكبرى، بتمويل بفايدة 8%، وأنا هفضل معاهم خطوة بخطوة. وبالعكس يشرفنا ان دي تبقى نموذج نجاح ونيجي نعرضه عندك هنا في البرنامج ويحكي قصته، بالعكس تكون وسيله جذب لكثير من المستثمرين. مع الوزيره، امتى هيئه التنميه الصناعيه ستراجع تصرفاتها في اراضي المناطق الصناعيه؟ كتير منها هقول همثلها انها ضحيه السمسره، بيتحكموا فيها من قل الاستثمار فيها، واسعار فلكيه لمتر الأراضي في المناطق الصناعية. أنا قبل كده كلمت حضرتك شباب بيصنعوا مراتب جوه عيشة فراخ، حاطين معدات ب 8 مليون وخامات ب 2 مليون جنيه. طب ليه؟ طب هروح أحط 6-7 مليون جنيه في منطقة صناعية؟ هنراجع التصرفات دي إمتى؟ ناس مش إمتى؟ إحنا بنراجع. لا فعلاً؟ طبعاً حضرتك ممكن نسحب أراضي مناطق صناعية. أنا سحبت فعلاً، أنا راجعنا كل الأراضي الصناعية اللي تم تخصيصها، إحنا قسمناها في أراضي صناعية من أول 2016 ودي ولاية الهيئة التنمية الصناعية، وفي أراضي حضرتك كانت لغاية سنة 77 دي تبع كانت في وزارة التنمية المحلية، المحافظات يعني الوحدات المحلية. عاملين حضرتك مراجعة فيما يخص ولاية التنمية الصناعية، وخاصة إن كان في أراضي في محافظات الصعيد تم إتاحتها بالمجان، ورغم إن تم إتاحتها بالمجان ما تمش إقامة المصانع المخطط الإقامة عليها. أنا ما بديش أنا الأراضي علشان كل واحد حضرتك زي ما أنت قلت لا أدي سمسار ولا بدي تسقيع. أنا عايزة بخصوص كلمة سمسار دي، كانت من ضمن الشروط
اللي يجي يقدم ياخد مجمع وحدة في مجمع صناعي. كانوا كاتبين كده من ضمن الاشتراطات يتقدم صاحب المنشأة أو كيلو أو كذا. قلت له ما فيش أو دي. هو صاحب المنشأة دي. صاحب المنشأة أنا عاملة له، أنا كحكومة أنا بقول لك بديها له بعشرين جنيه المتر، أنا يعني واخد بالها وخمسة وعشرين جنيه. اللي يجي يجي لي بنفسه، يجي بنفسه يجي يقول لك أنا اللي هاخد، يقول لي أو كيلو كيلو مين، أنا بديش لا وكلة ولا بدي سمسرة ولا بدي كلام خالص. ومنعته يعني مش منعته شفاهة، منعته رسمي، واخد بالها. فموضوع تخصيص الأراضي لا دلوقتي حضرتك بنراجع المنظومة بشكل متكامل. بس احنا حاليا هكلمك انت، انا حاليا في طور مراجعة لما سبق كل ما تم من تصرفات تخصيصه من تصرفات، وبنسحب فعلا. وعلى فكرة اللجنة اللي بتسحب دي مش هي التنمية الصناعية، لا ده دولة رئيس مجلس الوزراء مشكل لجنة احنا طرف فيها التنمية الصناعية، معانا مثلا هيئة الاستثمار، معايا مثلا التنمية المحلية، معايا وزارة التخطيط، معايا وزارة الاتصالات كمان، علشان احنا عايزين ان احنا نضع كل ده على خريطة الاستثمار الصناعي، علشان اخرج بره الجزئية اللي حضرتك بتقول عليه، يبقى كل الاراضي معروضة او كل المجمعات معروضة بمنتهى الشفافية بقيمتها من يتقدم صاحب المشروع. قانون هيئة التنمية الصناعية فن قانون هام جدا، ولائحته التنفيذيه اخيرا صدرت. دلوقتي اللائحه بتقول ان انا كراجل بتاع صناعه ادخل اتقدم ادفع 25% والباقي على 4 سنين. ليه ما عملناهاش 10 سنين بدل 25% تبقى 10؟ طب بص انا عايز اقول لك حاجه، هي الموضوع مش موضوع 4 و6 و8 و10، بدليل ان انا بقول لك اتحت اراضي بالمجان ولم صحيح. يتم اقامه النشاط عليها. فأنا بس مش عايز ياخد، ممكن يكون قدامك أنت نموذج واحد ناجح هو اللي بيطلب كده، لكن أنا بتكلم في العموم. في العموم لا، كان فيه استخدام مش جيد نهائي لمنظومة الأراضي، وصلنا لمرحلة إن أنا لازم أعمل حوكمة لموضوع الأراضي. فمعلش هيستحملوا معايا شوية مش كتير، هعمل حوكمة لهذه المنظومة، وفي الآخر برضو لازم حنافي بمتطلبات الصناعة. في شكوى جات لي وأنا جاي لحضرتك تليفون وانا جاي مصنع، عارف ان انت جاي مصنع استنباط هايل جدا. لا الراجل بيحكي لي والله مصنع استنباط، احنا طبعا محتاجين مصانع استنباط لان دي بتمثل 95% من اي صناعه. طبعا الراجل عنده او حلمه ان هذه ان المصنع خاماته تحفى من جمارك وتحفى ويبقى ليها حوافز، لان هو عماد 95% من اي صناعه في مصر. فهل يدرج ضمن الدراسه؟ احنا بنتكلم مسؤول اول عن الصناعه. بس الجمارك دي تخص معالي وزير المالية. حريك بس احنا بننسق معاه. احنا بننسق معاه بصراحة. بس انا هقولك حاجة، اي تعديل بيحصل في الجمارك هو بيعمله بناء على العرض والرفع من عندي من تجارة والصناعة، واحنا بيبقى دايما في ضوء مراجعة بشكل مستمر لموضوع التعريفة الجمركية. وحصل تخفيض كتير جدا على مستلزمات ومنتجات كثيرة في موضوع الجمارك، وفي نفس الوقت برضو حصل يعني تعديل لبعض بنود التعريفة الجمركية على بعض المواد اللي أنا ممكن أكون أنا كدولة يعني مش هقولك أنا مش عايزاها تدخل، لأن أنا عندي المنتج المحلي بتاعها، فأنا مش بشجع استيرادها من الخارج. فما فيش ما يمنع ان احنا نبص على لدعم هذه الصناعة، ما عنديش مانع يعني. بس دعم هذه الصناعة احنا شغالين فيها موضوع الاستنباط ده، واحنا بنحاول ان احنا نستقطب يعني خبرات ألمانية في هذا المجال، وشغالين عليه بصراحة بشكل يعتبر ان شاء الله هيبقى بشكل جيد بإذن الله. برضو حضرتك عايزك تساعدينا في ظاهرة انتشرت بشكل غريب جدا الأيام دي، وهي تصدير خام الرصاص المصري. ده تهريبه، مع ان في قرارات بحظر التصدير. نواجه الظاهرة دي ازاي؟ المصانع ممكن تقف لو فضلنا نهرف الرصاص المصري بالمنظر ده، وخصوصا مصانع البطاريات. يعني ناخد مزيد من الاجراءات لمنع موضوع التهريب. حاسس حضرتك اتضايقتي واحنا بنتكلم على تهريب؟ لا مش اتضايقتي، لان انت تتضايق هقول لك ليه، لانك انت من المفترض اللي بيقوم بعمليه التهريب ده هو مين؟ شخص احنا مش شايفينه. بس مصري. انت ليه بتعمل كده؟ انا ماشيه بالاطر الشرعيه وبالقوانين وانا في اشد الاحتياج ده، فانا منعت. لازم نغير سلوكياتنا شوية ونغير انتماءاتنا شوية ونحس باللي بيحصل على أرض الواقع، ويشوفوا البلد بيحصل فيها إيه، والنهضة اللي حصل في جميع الأنشطة وفي جميع القطاعات، مش إن هو يلجأ إن هو يعني يهرب مادة خام
اوريدي انا يعني احنا وراه مش هنسيبه عشان مصانعنا ما تقفش. ما نسيبش حد حضرتك، ما نسيبش حد مكلف يعني. قانون يا فندم تفضيل المنتج المحلي. ده تكليف من الرئيس، المنتج المحلي افضل من اي منتج في الخارج طالما ينتج داخل بلدنا، وخصوصا في المشتريات الحكوميه. بالظبط. مدى تفعيله؟ لا، تفضيل المنتج المحلي الفتره السابقه ده احنا اهتمينا بهذا القانون، اعدت تشكيل اللجنه الخاصه بيه، وخليت المركز الرئيسي ليها هنا في وزاره التجاره والصناعه، وفي زملاء يعني ذوي خبره قائمين عليها، متواصله مع جميع الوزارات يعني بدون تمييز. مش عايزه اقول لك وزاره كذا ولا وزاره كذا، بدون تمييز. كل الوزارات ملتزمه بان هي في مناقصاتها وشروطها ان هي تفضل او يعني يكون الافضليه للمنتج المحلي. في بعض الامور جوه القانون تفضيل المنتج محتاجة مراجعة تشريعية، وده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي، وانا ما بشتغلش عليه لوحدي على فكرة، احنا بنشتغل عليه احنا لجنة مشكلة من عدة وزارات، معنا طبعا وزارة المالية فيها، على اساس ان احنا نصل بتعديل لبعض البنود بما يسهل تطبيق فعلا قانون تفضيل المنتج المحلي. عندنا خطة للوصول بصادراتنا الى 100 مليار دولار، ولكن اين شركة ضمان الصادرات؟ الشركات كلها تتجه للتصدير، عايزه تحقق حلم دوله نحن نصل الى هذا الكم من الصادرات، ولكن شركه ضمان الصادرات احنا في الوقت الحالي بيعكف البنك المركزي على انشاء شركه لضمان الصادرات بشكل براس مال اكبر وبشركاء اكبر، واظن ان هيحصل فيها دمج لهذه الشركه معايا، شركه ضمان الصادرات اللي تبع البنك. فندم دلوقتي احنا عندنا اتفاقات تجارية ممكن نصل بمنتجاتنا الى حوالي 2 مليار نسمة على مستوى العالم، وهم برضو ممكن يوصلوا لمنتجاتنا. ازاي بقى احمي منتج الوطني من هذا الغزو القادم وفقا لهذه الاتفاقيات؟ لا، احنا عندي كثير من الاليات ان انا اقدر احمي صناعتي من الغزو القائم. يعني هذه الاتفاقيات التجارية لديها من الرحمة انها ممكن ترحم الصناعات الوطنية في اي دولة؟ لا، انا مفيش حد هيجود عليا بحاجه ولا تقول لي يرحم. ما هو لا. جاي. لا معلش، هو احنا عملنا معاه بروتوكول زي مثلا اتفاق مع امريكا اللاتينيه هيجيب منتجاته. ما هي منتجاته دي انا قبل ما اعمل الاتفاق ده منتجاته دي انا محتاجاها برضو. على فكره محور مراجعه الاتفاقيات التجاريه ده من احد محاور الاصلاحات الهيكليه اللي كلمتك عليها في البدايه ان احنا نراجع الاتفاقيات التجاريه كلها ونشوف ان احنا اكبر استفادة من هذه الاتفاقيات، وفي نفس الوقت اقلل ممكن اي ضرر يقع عليا من هذه الاتفاقيات. كون بقى ان حضرتك زي ما تقول فيها رحمة او لا، احنا لدينا القدرة ان احنا نقدر يعني نحوكم اي اتفاقية بما يعود بالنفع عليها. يعني اتفاقية المركسور ما لغتش مثلا 30% بتاعت رسوم الحماية على الدواجن المستوردة؟ لا، مستمرة. مستمر. معالي الوزيرة، قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يمتلئ بالعديد من الحوافز، حضرتك كلمين عنه. أول مرة يبقى في قانون يخص هذا القطاع. كان قبل كده في قانون 141 سنة 2004، كان القانون ده خاص بالصندوق الاجتماعي التنمية، كان بينظم عمل الصندوق الاجتماعي، وفي سياقه عرف المشروع الصغير وعرف المشروع المتناهي الصغر، وكان بيتكلم على تعريفه صفحة كده في القانون. بالظبط كده. إن هو رأس المال. ابتدينا نشتغل على هذا القانون سنة 2017، كنت وقتها أتولى رئاسة جهاز تنمية المشروعات. ابتدينا نشتغل على هذا القانون وكنا حريصين جدا على أكثر من محور. كان أهم محور أن أنا يبقى عندي تعريف موحد للمشروعات. فبصراحة اشتغلنا على التعريف اللي كان البنك المركزي عامله، يعني استرشدنا بيه. الجزء الثاني احنا بنعمل القانون عشان إيه؟ عشان أنا عندي مبادرات الدولة دخلت فيها كتيرة جداً لتحويل القطاع الغير رسمي للرسمي، وللأسف كلها كانت مبادرات محدودة وما أدتش الهدف اللي أنا عايزاه في الآخر. ما زال عندي قطاع موازي أنا ما أعرفش عنه أي حاجة، يضم الألاف والملايين من أصحاب المهن، لا ضرائب تعرف عنه حاجة، ولا تأمينات تعرف عنه حاجة، ولا أنا كدولة أعرف عنه، ولا حتى المنتجات دي لها شكل رسمي تقدر إن هي تكون آمنة وإن هي موافقة للإشتراطات والمواصفات عشان أقدر إن أنا أبيعها في سوق المحلي، أو حتى إن هي متميزة أقدر أصدرها بره. طيب المحور الثالث ريادة الأعمال.
يعني ايه تعريف رياده الاعمال؟ تعريف رائد الاعمال ما كانش موجود، عرفناه مين هو. اليات الحصول على التمويل، هل عامل اصحاب المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر والمشروعات المتوسطه زي اصحاب المشروعات الكبرى؟ لا طبعا. هل عامل المشروع الجديد زي المشروع القائم؟ كل الناس لما تيجي تقول لها وانت ما بتغيريش ليه، يقول لي انت عايزه توديني علشان الضرايب تشوفني عشان تاخدي مني، مش عايز منك حاجه. كان يقول لي كده. فبصراحه مشكور معالي وزير الماليه، عمل نظام ضريبي مبسط بضريبه مقطوعه وصلت للمبيعات اللي هي لا تتجاوز 10 مليون، ده رقم مش قليل. فتخيل بقى واحد حجم عمله 250,000 جنيه، برضو رقم مش وحش يعني. كل اللي يدفعه ضرايب كام؟ ولا هاخد منك ميزانيه ولا قائم ولا حاجه، ده انت هتمضي لي ورقه كده وخلاص. تاخد منه كام؟ اخد منه 1000 جنيه في السنه وبقيت رسمي. حلو جدا. وانا اتدرج بقى الاكتر 2000 3 لغايه لما حجم الاعمال 10 مليون. فموضوع الضرايب حليناه. ال 10 مليون ده ناخد منه كام؟ 1% من حجم الاعمال، يعني حوالي 100,000 جنيه. ده حد اقصى، حد اقصى. عملنا توفيق اوضاع، يعني انت فاتح في مكان ومش مظبوط هديك مهله 5 سنين اوفق وضع. عارف انا بقى في الخمس سنين انا بقى كحكومة اعمل ايه؟ انا عامله مجمعات اهو، اخد الناس يوديها هنا. خدنا الكلام ده روحنا بمجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، تمت الموافقه عليه في جلسه عامه واحده. قدرنا نستحق يا فندم. دخلنا في تحدي اخر، اللائحه التنفيذيه. واللائحه التنفيذيه بتصدر من مجلس الاسره. ابتدينا حضرتك نحصر هو القانون ده له تدخلات مع كام؟ طلعنا حضرتك 17 وزاره. غير البنك المركزي. متداخل مع هذا القانون. لازم انسق معاهم عشان نطلع القانون ده. تمام؟ فابتدينا نعمل ايه؟ ابتدينا نعمل ورش عمل. ونقول لهم ادي فيما يخصكم القانون ونصيغ معاهم اللائحه. علشان بعمل كده ليه؟ عشان اضمن ان انا اللي عملته ده يتنفذ. وبعد ما خلصنا ورش العمل ابتدينا في الصياغه، بعتناها للوزارات المعنيه، اخذنا رد الفعل، ابتدينا في تواصل مستمر معاهم لغايه لما انتهينا من وضع اللائحه التنفيذيه، ارسلناها لمجلس الدوله لمراجعتها. تم مراجعتها طبعا من الهيئة التشريعية في مجلس الوزراء، وتم إقرارها في مجلس الوزراء. وبقى عندنا قانون يحمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ده يطبق أيضا على المجمعات الصناعية، صح؟ على كل حاجة. أخيرا، المجمعات الصناعية المصرية اللي الدولة أنفقت عليها حوالي 10 مليار جنيه في انتظار الجادين من أصحاب المشروعات الصناعية باختلاف أنشطتها، بنية أساسية كاملة، مرافق وخدمات وتمويل وحوافز ملهاش أول من آخر في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. شدوا حيلكم يا جدعان. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان يلتقي المهندس محمد الخشن خبير صناعة الأسمدة ورئيس مجموعة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة، والذي يكشف أسرار ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا إلى $360 للطن، وموقف الشركات الوطنية المنتجة للأسمدة، وخطة المجموعة في استغلال أضخم قرض دولاري تحصل عليه شركة مصرية في قطاع الأسمدة حيث تجاوز $400 مليون.